السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل المتابعين ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأفنان من الألف للياء. النهاردة موضوع حلقتنا عن يعتبر إجابة عن سؤال، وهو في حالة تسمين الأفنان إمتى أستخدم، إمتى أخلط المادة الملقى اللي هي الأتبان مع العلف المركز، وإمتى أحط العلف المركز لوحده والمادة الملقى اللي هي الأتبان لوحدها. طبعا الإجابة على السؤال ده بتكون متوقفة على نوع المادة الملقى عندك، نوع التبن اللي عندك. بمعنى في وقت ممكن غصب عنك هتحط العلف على اللي هو العلف المركز على المادة الملقى على الأتبان، هيتم الخلط الاثنين غصب عنك، وفي وقت هيكون عندك الحرية الاختيار. امتى يكون عندك حرية الاختيار تحط العلف المركز لوحده والمادة الملقى لوحديها، وامتى تكون مجبر تحط العلف المركز على المادة الملقى؟ هتكون مجبر انك تحط العلف المركز على المادة الملقى في حالة المادة الملقى عندك او التبن اللي عندك لا يتم اكله بصورة منفردة، زي مثلا تبن القمح وتبن الشعير. في الحالة دي لازم هتخلط العلف المركز على المادة الملقى. هل الشرط الوحيد ان هو ما يكونش بيتاكل بصورة منفردة بس؟ لا طبعا، لازم الشرط الثاني ان ما يكونش فيه اي مخلفات بتتبقى. بمعنى لو انا عندي تبن ما بيتاكلش بصوره منفرده، ما بيتاكلش بصوره منفرده في حاله التسمين، طبعا احنا موضوعنا كله عن التسمين. مثلا زي تبن الفول، تبن الفول البلدي بتاعنا هنا ما بيتاكلش بصوره منفرده، ولكن لو خلطته على العلف هيهدر معاك في العلف كتير. ليه؟ لان تبن الفول بيتبقى منه جدور، بيتبقى منه اجزاء خشبيه، بيتبقى منه حاجات ناعمه، حاجات ناعمه الغنم ما بتاكلهاش، فبالتالي لو خلطته على العلف الغنم هتاكل وهيتبقى جزء كبير من العلف المركز، هيتم هدره في الوجبه الثانيه، هيتم كنس المعالف معاها جزء من العلف المركز. فبالتالي انت لو هتخلط العلف المركز مع الأتبان لازم يكون يتوفر شرطين في التبن بتاعك، انه ما بيتاكلش بصورة منفردة، ويكون خالي من الفضلات، خالي من يعني نقوله خالي من ايه المتبقيات، يعني بيتبقى منه جزء ما بتاكلهوش الغنم. لو التبن بتاعك بيتبقى منه جزء الغنم ما بتاكلهوش، ما ينفعش تخلط عليه العلف نهائي، لان كده هتهدر جزء من العلف وانت بتكنس المعالف اخر النهار. اما في حالة ان انا عاوز احط العلف مركز لوحده والاتبان لوحدها، في حالة ان انا متوفر عندي مادة ملقى الغنم بتاكلها بصورة منفردة، زي الدريس اللي هو البرسيم المجفف، زي تبن الفاصوليا، زي عرش السوداني، زي تبن البرسيم، دي كلها تعتبر، وفي غيرها انواع كتيرة، في عرش البصل بالغنم بتاكلها بصوره منفرده. في الحاله دي انا احط ده لوحده، احط العلف المركز لوحده، وهي دي الطريقه اللي انا بفضلها. ما بحبش اخلط اي ماده ملقى على العلف، بحب احط في التسمين، برجع عيد مره تانية، في التسمين ما بحبش احط ماده ملقى على العلف المركز، بحب احط العلف المركز لوحده يتم اكله بالكامل، اضمن ان الغنم كلت كميه العلف المركز بتاعتها المظبوطة، خلصتها تماما، لحستها من الطوال، الطوال بتلاقيها مراية بعد ساعة، بنحط المادة الملقى بتاعتك، مفيش أي مشكلة، تحط المادة الملقى بتاعتك لوحدها، أو عادي جدا بحط العلف خلال نص ساعة بيتبقى بواقي في المعالف، بحط في معالف تانية مخصصة للمادة الملقى، بياكل في المادة الملقى ويرجع يلحس العلف الباقي، أضمن إن العلف بتاعي اتاكل بالكامل في الحصة اليومية، اتاكلت بالكامل، مفيش أي جزء تم هدره. دي اهم النقط طبعا اللي حبيت اوضحها، امتى تخلط العلف المركز مع، لان بيجيلي السؤال ده كتير، اخلط التبن مع العلف المركز، لاني انا عملت سلسله قبل كده والناس بصت شافتني بحط العلف مركز حتى والغنم لسه ما اتعودتش في مرحله الاستقبال. انا ذاكر قبل كده في مرحله الاستقبال يفضل تخلط التبن مع الماده الملقى لو التبن عندك طبعا كان نظيف وبيتاكل بالكامل، ولكن انا عملت سلسله قدامكم وحطيت علف مركز فقط لا غير لحد ما الغنم اتعودت بدون اي مشاكل وبدون اي حدوث اي مشاكل في الغنم خلال فتره الاستقبال. فانا طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.